ليس دائما يكون الشعور بالنقص داعيا للإحباط، وليس شرطا أن تكون الإعاقة مدعاة للانزواء، بل على العكس تماما. قد يكون هذا الشعور حافز كبير جدا على التميز ودافع للإنجاز. والحقيقة أوركسترا النور والأمل هي المثال الصريح والحي على ذلك. بنات عملوا الحقيقة وصنعوا من النور، صنعوا من الظلام نور وأمل فعلا زي ما هم مسميين نفسهم. تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع لكم فقرتنا الصحفية الأسبوعية، وكاتب الصحفي الأستاذ بشير حسن. ابقوا معنا. صنعنا النور من الظلام وأخرجنا الأمل من رحم اليأس. بمجرد أن تلمس أيديهن الآلات الموسيقية التي حفظتها أصابعهن شبرا شبرا، يبدأ إبهار أوركسترا النور والأمل بعزفه الذي يخطف الجميع إلى عالم آخر. احنا بناخد الطلبة من مدرسة النور والأمل، بناخدهم من سنة تانية ابتدائي، احنا بنسيبهم اول سنة في سنة اولى ابتدائي علشان يتعلموا طريقة البرايل، وبنبدأ ناخدهم من تانية ابتدائي لمعهد الموسيقى، بنجيب لجنة من الكونسرفاتوار بتمتحنهم قبول وبيعملهم اختبارات ايقاعية وغنائية، واللي بتقبل بناخدها معهد الموسيقى. بدأ الأوركسترا عام 1981 بخمس فتيات فقط تدربن على قراءة النوة الموسيقية بطريقة برايل، وهي اللغة التي يتم من خلالها تحويل لغة الموسيقى إلى إشارات وحركات يلمسها الكفيف، حتى حملتهن الموسيقى إلى جميع أنحاء العالم ليبهرن الجمهور في بلاد الشرق والغرب. الأوركسترا مكون من 43 بنت كفيفة، طبعا سافروا العالم، سافروا 31 دولة. هما بيتدربوا بالنسبة للنوتة الموسيقية، هي بتيجي النوتة مثلا المايسترو بيختار النوتة بيجيبها مبصر في مكتبة، عندنا مكتبة برايل، بتيجي مدرسة من الكونسرفاتوار بتمليهم بالمبصر وهم بيكتبوا بالبرايل، وعلى عدد النوت على عدد البنات، وبنبدأ نوزعها ويحفظوها ويتدربوا بيها في البروفة. زينب وفاطمة هما مثال لتناغم الأوركسترا وأحد أسرار نجاحه. فزينب أكبر أعضاء الأوركسترا، فرغم مقاربتها على 60 إلا أنها لم تفقد حماسها وشغفها بما تقوم به، بل تنقله إلى فاطمة أصغر أعضاء الأوركسترا ليشكل مع الفريق أحد أعظم وأفرد سيمفونيات العالم. أول ما اتعلمت كلارينيت إزاي، إحنا لما بنيجي ندخل آلة جديد ما بندخلش أو لو يعني ما بنمسكش الآلة كلها مرة واحدة، لا بنمسك جزء جزء. يعني أول حاجة بنعزف على الجزء ده، يعني دول، لأنه عشان إحنا الآلة تبقى تقيلة علينا لأن دي أول مرة إحنا ندخل. بعد كده بنبدأ نركبها شوية شوية لحد ما تكمل ونقدر إن إحنا نتحكم فيها. انضميت للأوركسترا سنة 75 كده، وبعدين جينا طبعا بقينا نعمل حفلات هنا، عمل حفلات في الأوبرا وحفلات في فنادق وفي نوادي وفي مسارح وكده. بس في حفلة بصراحة كانت جميلة أو عجبتني، كانت في مسرح الجمهورية، كانت سنة 85. الحفلة دي كانت حفلة كبيرة وأنا عزفت فيها كونسيرتو مع الأوركسترا، كان كونسيرتو سولو،
لواحد اسمه كوريلي باربيوريلي. ليس دائما يكون الشعور بالنقص داعيا للإحباط، وليس شرطا أن تكون الإعاقة مدعاة للإنزواء، بل على العكس من ذلك، قد يكون هذا الشعور حافزا على التميز ودافعا للإنجاز، وفي هؤلاء الفتيات خير دليل على ذلك. عمرو موسى، نهاية الأسبوع.